من شبه تهرب دخان النرجيلة بالتهرب الضريبي ما ظلم، فالموازنة في نسخها المعروضة لم تخلو من الطرافة الجادة بعد اقتراح وزير الاقتصاد منصور بطيج في جلسات الموازنة فرض 1000 ليرة لبنانية على كل نفس نرجيلة يقدم في المطاعم والفنادق والمؤسسات المرخص لها. الدولة نفسها التي أقرت قبل 6 سنين قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة من دون أن تطبقه، ها هي اليوم تسمح بتدخين النرجيلة في الأماكن المغلقة شرط دفع مبلغ إضافي من المال. يعني هو طلع مزبوط بالدولة بس ما طبقوه على أرض الواقع. شو الصيغة؟ تم اتفاق على صيغة معينة؟ والله بعد هالأمور كلها ما حتتخذ فيها إجراءات يعني بعد لهلأ. بشك إنه العالم تجي تسكت عند الزيادة، لأنه هون كتير كنا عم نواجه مشكلة إنه كنا ب5000 ليرة الأرجيلة، فجأة وقت اللي كلنا طلعوا قرار كل الشارع إنه ب8000 إنه لا ما بدنا ب8000، حتى الخليجي من أي دولة من كان فصار يجي عم يواجه مشكلة إنه لا الأرجيلة إذا مش ب5 أنا ما راح أقعد. وقدام غير بلاد بنستحي نقول إنه زادوا 1000 على الأرجيلة، هن واقعين عجز او شيء هيك، انه مسكوا من ايده اللي بتجي على لبنان. هذا ارتفاع هذا الضريب الارجيله نسبه راي ما ينجح. قال شو؟ قال بيقعدونا وبيقعدونا باشياء كثيره على تحسين البلد، وهن عم يركضوا على القشور القشور، يا ريت القشور، الا القشور القشور هي بالنسبه للارجيله. يعني شوف قد ما سخره هالشغله. انا قاعد بفكر بوعودهم، انا بغني لهم لسه فاكر فاكر قلبي يدي لك أمان. عندما تسمع خبرا مفاده أن الدولة فرضت ضريبة على النرجيلة تظنه مزاحا، ولكن عندما تتأكد لا يعود مستغربا أن يفرض المسؤولون في الأيام المقبلة ضريبة على نفسك، ولأننا في أيام أعياد بيطلع لك عرض مع كل شهيق زفير مجانا. غدي بموسى، قناة الجديد.